المسح على الجورب فيه نزاع بين العلماء، فلم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا يرى عدد من أهل العلم عدم المسح على الجورب لعدم وجود دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإباحة. أما المجوزون فيجوزون قياسا على الخفين واستئناسا بفعل عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء المجوزون يشترطون في الجورب الثخانة حتى يتم لهم القياس على الخف.